لما تكون أمورنا طيبة نشوف الحياة بالألوان المشرقة، إن شاء الله تكون كل أيامك زاهية يا سعيد. لكن إذا تشوف الألوان غامجة أظن لازم تزور طبيب العيون. الحمد لله على نعمة البصر، لكن هناك مشكلة ما ننتبه لانتشارها، اسمها الماي الأبيض أو الكاتراك، وهي مسؤولة عن 51% من حالات العمى حول العالم، يعني حوالي 20 مليون إنسان. صحيح يا سعيد الاسم مضلل، فالمشكلة مو في الماي الأبيض إنما بعدسة العين اللي تزيد عتامتها وما تسمح للضوء بالمرور إلى الشبكية. إذا حاسس بتشوش بالرؤية، حساسية للضوء، تغيير وعتامة بالألوان ونظرك سيء بالليل، الأغلب إن عندك ماي أبيض. السبب الرئيسي هو التقدم بالسن، وعتامة العدسة ممكن تبدأ بعمر 40 لكن تزيد بعد 60، وبعض العوامل تسرع من الإصابة مثل العامل الوراثي، السكري، التهاب القزحية، والتعرض لحادث بالعين، والتعرض الزائد لأشعة الشمس القوية. وانصحك تلبس نظارات شمسية يا سعيد. واكتشفوا بعد أن التدخين يزيد احتمالية الإصابة بالماي الأبيض ضعفين لثلاث أضعاف. خذوا هالنصيحة من طبيب جلد، زوروا طبيب العيون مرة كل سنة، وعساكم دوم بصحة وسعادة.